يعني كونكشن كده مع شركه. لكن ام تي ان من احسن الحاجات اللي فيها صراحه انه الانفايرمنت فيها. يعني في ناس كتار بيقولوا زين ما بعرف اكثر ناس بيدفعوا ده اكثر ناس بيدفعوا كده، لكن ام تي ان برضه اوبيسي يعني بالنسبه للماركت مواهبهم عاليه، لكن اكثر شيء بيجذب الناس ام تي ان ما القروش هي الانفايرمنت. ناس كلهم يونغ وهم دائما بيشجعوك وبدوك. يعني في شركه ثانيه مساحه تتحرك بالضبط، يعني في شركه ثانيه ممكن كان الحركه الحسديه دي ما تحصل كله اتشار ما تتدخل. يعني زي تخيل يعني الحاجه تفرق من زول لزول. يعني مثلا دائما بقول لك شنو رائد الاعمال لزول بيحاول هو يتحرك. يعني مثلا في ناس بقول لك مثلا ده رائد اعمال في البيزنس، في ناس بقول لك رائد الاعمال جوش مؤسساتهم وشركاتهم. يعني واحد هو في الـ في الـ في الـ الـ الشركه او المؤسسه اللي هو فيها يحاول انه يطور او يعني يعمل حاجه. يعني مثلا الحاجه اللي عملتها دي يعني زول بعيد كل البعد عن النهايه شغال بالتي ار ما عندك اي علاقه بالماركتنج، لكن حاولت انه تضيف حاجه وتغير حاجه في الوضع العام للشركه. فالحاجة التخيلية بتكون أصلاً جوا الزول أكثر من أنها حاجة زول بيكتسبها. يعني بالضبط، يعني أنا طوالي بقول أن الواحد لما يكون عنده أي فكرة ما تخجل أنك تقولها ولا تعبر عن الفكرة ولا تخطها في برزنتيشن ولا كده. يعني أكعب حاجة ممكن تحصل شنو؟ هيشيلوا فكرتك ما حيردوا لك، صح لكن حيفيدوك من الشغل حيفيدوك. بالضبط كده. يعني هي بتعمل كويس اكثر من كعب انت في راسك اعمله حتى لو تحكي مع 1% نتاعها كويس انت تجرب ما فيها حاجه كعب. يعني ما فيها بالضبط. طيب و يعني امتى من 2009 كان بداياتك معاه ولا لحد نهايه 2012 بدايه 2013 وكان يعني بقول يعني قعدت في الاتش ار قعدت توتال في اتش ار زي 6 شهور. يعني ثاني سنتين ونص تقريبا كلها كانت في الماركتنج. يعني تقريبا 3 سنين ونص في الماركتنج. اللي هو بين شهاب وواحد اسمه عويس، يعني تحولت في كم سكشن جوا لكن كلها في الماركتنج. طيب بعد امتيان؟ طيب قبل اقول لك بعد امتيان، جورينج امتيان دف فتره فتحنا اول مطعم. يعني البزنس الخاص بدا مع امتيان. احنا المطاعم ما بدت بينا، بدت باخوي. اخوي اكشلي اول مطعم فتحناه فتحه هو براو كان في جوبا، كان محل عصائر واخوي اصغر مني، فده كان ماشي في دايركشن مختلف. انا ماشي مع الوظيفه وخلاص متقمص الماركتينج وكذا، هو كان يعني زول بس تفكيره ما شاء الله بتاع سوق. يعني بس متخصص شنو مجال برضه؟ قرا مانجمنت في كم جامعه وخليه يمشي جامعه ثانيه، لكن ايفنتشولي قال كذا انا اجرب اشتغل. يعني كان بدا معي في مامون حميده، بعد ذاك حول مشى جامعه ثانيه، بعد ذاك حتى حاول بعد ون اوف المحلات مشى قرا في انجلترا شويه وجا رجع. لكن يعني تفكيره مين هو القوم البزنس بتاع الاكل. فبدا في جوبا فتح محل بتاع عصائر، كان هو وواحد صاحبه بيعمل ايس كريم، وهو سمبلي ماشي زي الاوخ كم خلاط كذا وفي الجوبه قالت يا دوب بدات كذا ممكن ذاك تعمل وكذا بعد اتفاق السلام. فبعد شويه لما بدات الجوبه تكركب ثاني باع محله هناك، جا هنا فتح اول محل اسمه كان ام جريل. ام جريل ده جنب باريستا، يعني جنب الحتة اللي هسه هي برجر جوينت رياض لصقة طوال. يعني فبدأ ام جريل برضو يعني ما شاء الله كان ماشي كويس خالص. بعد ذاك هو دي فترة انه قال انا حامشي اكمل قراية في انجلترا، فمشي اكمل قراية في انجلترا وجا راجع في الفترة دي. ام جريل كان شغال عليه في الفترة دي، قمنا فتحنا منشيز. يعني فترته خلاص على سفر دي كنا بدينا البلاننج حق منشيز. برضو كان فكرة جات وهو برضو قرأ شوية في مصر ما شاء الله حامي. ف لما جاء فتحنا منشيز سوا. منشيز اللي هو حتى منشيز أصلا محل في مصر، فجبنا حتى الزول بتاع منشيز في مصر جبنا هنا وعمل يعني قرأ السوق معانا وما شاء الله في مصر شاطرين. يعني حتى يعني هو سيد محله فاتح في حته كويسه خالص، لكن هو ذاته هو اللي جا خش معانا المطبخ وعمل لنا الاكل. فبوريك انه انت مهما كان هو عارف البرودكت حقه بيعرف يعمل، يعني هو عجين ويرميه في النار ويحشيه وكذا.
فبدينا القصة دي معه، واحد اسمه شادي اللي هو سيد منشي اسكنوس، أخذنا منه permission أنه يستعمل الاسم هنا، وساعدنا صراحة يعني وبيسي كل حياة بتمن يعني في مانيوال الدولة هنا، وبرضو ستاف معين جبناه هنا، قال يعني ستاف وردي شغال معه ومدرب ودوم تريننج زيادة، ودفعنا له برضو حق التريننج وجبناه هنا. دي الفترة اللي فتحنا فيها منشيز، بعد ذاك 2017 مش؟ أيوه ده أول فرع بتاع منشيز في 2017، فهو ده فتحنا ووكتنا في امتين يعني كان مش كي كان أخوي ما في، فدي كانت الفترة اللي فيها ضغطة يعني، بعد المكتب أمشي البيت غير استحمى وطوالي أمشي المحل هاي وقت المحل حدي بالليل قفل وكده يعني. بعد ذاك فتحنا مطعم يعني، لأنه هو منشي طبعا صغير يعني هو literally 8x4، ففتحنا مطعم عديل كبير قاعدة وسيرفيس وكده يعني، اسمه كان Mercury Mexican Grill. فتحنا تاني في جامعة Garden City زي takeaway كده جوا كافتيريا، كان سمينا M City. فدي فترة شوية يعني من حاجة بقول إحنا تعلمنا أنه ما تنتشر في يعني إلا عارف روحك ما تنتشر. فللأسف كانت فترة شوية ضغط فيها شيء، برضو أنا كويس Garden City برضو جنب MTN، كان في البريك بطلع بمشي ام سي تي، بمشي منشيز، بمشي ميركوري، برجع بعد الشغل كده. ميركوري كان محلها ايه؟ ميركوري كانت اللي هي هسه جم نعمة شارع 131، انت ماشي على عبد اللطيف، هسه هو محل الليموزين. فميركوري برضو جبنا شيف من مصر، برضو دائما اخوي هو اللي بمشي مصر وبعمل هانتنج لشيفس وكده. مشكلة ميركير كان قدر ما هو الأكل حلو شديد ومحل كان يعني في كاستمرز كويسين، لكن الماركت حق إنك تفتح مطعم عادي فيه قاعدة كبيرة وويترز وسيرفيس ومدير مطعم، دي هديك مختلف تماما من الشغل التيك أواي يعني. والمطاعم بالذات لما تكون كبيرة دائرة زي ما قلت لك دائرة صبري أيوب وقارون وعمر نوح، لأنه لازم تكون زول اول شيء فاينانشلي ستيبل شديد، عندك قابليه انك تدخل قروش كل شهر وعارف انه قروشك ما حيرجع لك اصلا. طيب انك كل شهر انت عاده الناس يعني يفكروا في المطاعم انها عائد سريع ابدا. المطعم بالذات لما يكون كبير يعني داي انت شهر انت تفكر في انه مساحه تنساي البروبابيليتي انه حاجه تبوظ ولا حاجه كده اكبر. طيب عندك محل صغير هو مكيف فيها الثلاجة الحياة اللي أصلاً بقاعدة جوا ما حياة كثيرة بالضبط، لكن مطعم عندك قاعدة وعندك عفسة بطريقة معينة، عندك عدة، عندك حتى التيم الشغال بتاع السيرفيس ذل التيرن اوفر فيهم عالي شديد. كل يومين تعلم لك زول جهاد يمشي سويت ما بعرف شنو، غير كده ذاته حتى الناس اللي زمان بتشتغل ويتش في السودان هسي ما في. فالهيدك بتاع مطعم كان شديد يعني، هو قدري ما صبرنا وحاولنا وشيل قروش من هنا وخذ هنا، وطبعا حياتي كلها قدام دز ما في منه مركة من البداية. الواحد كان بده ينقش في الحياة دي كلها، لكن برضو دي من الريسكس الواحد لازم يشيلها يعني. مهم حاولنا في ميركوري شديد، لما خلاص لقينا انه ما قادر يعني، كان الوقت داك امبريل ذاته بعينه يتولى عشان المشكله فيه ولا شريك؟ لا كان في شريك خش مع اخوي وبين امبرين، كان اخوي جاي من انجلترا وحاول تاني يقوي متاني، لكن يعني كان خلاص يعني. فبقينا مركزين مع ميركوري ومنشيز والام سي تي في الجامعه. نحن قاعد نحاول دائما انه نعرف المشاكل اكثر ما نعرف الحياه. انا اوريك المشاكل يعني. احنا مثلا عامه الـ يعني الناس يعني بتكون دار المشاكل هي بتفرق معي يعني، زول يكون عارف يتوقع اذا في مشكله يكون داري يعرف حلها كيف اكثر ما انه الحياه. طبعا زي ما قلت لك مشاكلنا في الوقت ده كانه توسعنا زياده على اللزوم في الوقت احنا ما بنقدر. طيب امجرين مش اصلا كان فارح من قبل، كان امجرين اللي برضه من المشاكل حصلت فيه انك لما تختار شريك لازم تختار الشريك الصح. يعني كان مشكله بتاعت مانجمنت يعني الشريك كان زول يعني ما قصر صراحة، لكن هو ما كان نوع الشريك اللي
بيجي للبزنس يعني. كان هو بشغل الناس معه ويوقفهم في المحل. ما كان متابع ال. بعد ذاك دي ذات الفترة اللي هو أخوي يعني من حياته كان داري يعمل إنه هو براو ما شاء الله بنى نفسه في المحلات دي وقال خلاص مشى براو يعني عمل فندق ليروح إنه يقرأ في إنجلترا يعني. ففي الفترة ديك برضو يعني من المشاكل اللي حصلت حتى إنه أخوي هو ماسك أمريل ده كان هو on daily basis هو اللي قاعد في المحل. أي نعم باع لي شريك والشريك حاول معه وكذا لكن ما بس إنك أنت عينك تكون على البيزنس بس مرات بالذات في السودان الناس بيجوا محل عشان هم أصحاب سيد المحل هاي بالضبط بس سيد المحل قاعد تبقى تكلة للشباب أنت بتجي مرة ما بتعرفهم بتلاحظ في جروب تفتكر ده محل هذا رهيب قوم تنزل فهو المحل كان عبارة عن تكلة له هو وأصحابه وهو كان ما في حتى لو في البلد لكن ما في المحل يقوموا ما يجوا المحل نمرة واحد بيعتمد عليك الموظفين هنا بيكونوا معتمدين انك انت دائما قاعد لو في مشكله دائما بيتصلوا بك نمرة اثنين المحل بيبقى مور انه متكلف على الشباب وده صاحبنا ونمشي نساعده ونقيف معه ونقعد صراحه هو زاد اصحابه ما قصر يعني كان بتخش معاه تلقى اصحابنا هم زادوا مشغلين في البرجر وفي السندويتشات وكذا يعني فبس فلما مشى بقيت انه خلاص هو محل كان معتمد عليه 100% هو سافر محل بدأ خلاص يعني تأثر بطريقة كعبه وقدر ما عمل صيانة ونغير الستاف ده لكن كان اكتسب سمعة انه هو من المحلات اللي في السودان اللي بتبدأ كويس وبتدخر اي زوضة يقول لك محلات كلها بتبدأ كويس وبتبشر فدي كانت مشكلة امجرين مشكلة ميركوريزم قلت لك في الوقت ده افتكر ما كنا جاهزين زي المطعم بالذات لما تكون جايب يعني شيف من برا وعندك تيم كثير مشاكل بتحصل كثيره بين الستاف لازم انت تكون قاعد يعني حاولنا شويه انه يعني نعمل له سبورت بانه فتحنا في الجراش حق ميركوري اللي هو هسي نعمه فتحنا نعمه بسبب الاكسبيرينس حقنا في انه شغل التيك اواي كويس والمانجمنت حقته ما صعب انه نفتح في الجراج نقسمها عديد تبقى محلين مختلفين ده مطعم وده تيك اواي شويه الحمد لله نعمه ساعد انه نشيل ماركت اكثر لكن ستيل التكلفه قاعد ماشي اكثر واكثر اكثر في النهايه قفلنا ماركتري وبعناه بعدها بتقريبا سنتين اللي هو بدايه السنه فاتت فتحنا برجر جوينت فإن إحنا ممكن نعمل آخر بريك للصلاة ونرجع مع دلجر جوين بس ممكن نخليه بس على 10 دقايق الكثير الناس تصلي ونرجع نواصل إن شاء الله.